اوف. ايوه ما انا مش هتألم وهتوجع لوحدي. لو انت راجل ابن راجل اديك جيت يا معلم. تمام طبعا خليكم عارفين ان المناظر اللي هتشوفوها دلوقتي كده هتخليك تتألم وتتوجع. وايه انت ليه دخلت الفيديو ده ليه؟ اوه هاي 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 اوه هاي طبعا طبعا زي ما احنا شفنا يا جماعه كلكم بتقولوا ازاي كيف هاو ازاي ده ازاي كده وما بيحسوش ودول بيتمرنوا ايه بالظبط وايه الدنيا طبعا زي ما احنا شفنا الفيديو والفيديو طبعا موجع ومؤلم جدا وانا اسف اوكي بس انت اللي اخترت لان مكتوب لو انت راجل ابن راجل فاحييكم بصراحه يعني طيب يا شباب احنا طبعا شفنا الفيديو في كتير منكم طبعا بيستغرب هل الناس دي خارقه هل بتوع شاولين دول لا يقهروا الناس دول ايه يعني ايه حكايتهم طيب خلينا الاول كده نروح يعني للاناتوم شويه التشريح جسمنا بيتكون من الجهاز العظمي الجهاز المفصلي الجهاز العضلي والجهاز العصبي اوكي يعني جسمنا ده بيتكون من حاجات كتيره جدا خلينا نركز على الاعصاب تمام الاعصاب في منها اعصاب حسيه واعصاب حركيه الاعصاب دي عامله زي السلوك كده هي اللي بتوصل الاحساس للجهاز العصبي المركزي وبتحس بالالم اوكي في مناطق بتكون فيها عضلات كتيره جدا ودهون مثلا كتيره العضلات الكبيره مثلا زي عضله الفخذ لو اديت واحد ضربه فيها نادرا لما يحس بالم شديد لكن منطقه زي منطقه تحت الحزام منطقه ضعيفه جدا يعني ما فيهاش عضلات ولا فيها دهون اغلبها 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 تمام غدد واعصاب حسيه نهايات الاعصاب حسيه شديده جدا عشان كده بياخد ضربه هنا بوم مش ما بيستحملش طب الناس دول هل بيتمرنوا الناس دول هل اقوياء والكلام ده لا مفيش حاجه اسمها بتتمرن في المنطقه دي كل الحكايه ان الناس دول بيضحكوا علينا يا جماعه تمام في بعض كده من الجماعه الصينيين عاوزين كده ايه يعملوا حرب نفسيه للعالم كله ان احنا لا نقهر بيلبسوا اوقيه تحت اوقيه معينه كده معموله طبعا بنظام يعني متبطنه بكده بكوتشات كوتشات كوتشات يا ربي كده واللي هي الجلد دي باسفنج بحاجات كده تخليك مهما ضربت ضربه قويه زي ضربه دانت واي ولا تشوي تواي يعني ركله اماميه او ركله جانبيه اوكي ما تحسش ايه بالم شديد طبعا انا استعنت بالموضوع ده بقى استعنت بصديق هو حد فهمني غلط كابتن عبودة النينجا ده من اصدقائي طبعا هو خب يعني الراجل ده بقاله 30 سنه في الفنون القتاليه وهو هارش قوي اغلب الحاجات الفيك اللي بيعملها الجماعه الصينيين تعالوا نسمع مكالمته ونرجع لبعض تاني السلام عليكم وحشتني والله يا ابو الكابتن جابر يا نجم مصر الاول اخويا وحبيبي وافتخر بتصفة السنين بتاع ضربة الخاصية دي في شنكار هما بيلبسوه سيدي باي ده اللي هو واكل خاص يعني في واحد بيتعمل بطريقة معينة ان هو يحمي لك الخاصية كاملة بتلبس كده زي نص فرد الكاوتش كده شفت نص فرد الكاوتش بتاع توك توك كده بس على صغير ده بيتعمل عمولة صاج او بتعمل في حاجة اسمها فايبر جلوس بتبقى معمول يعني بطريقه معينه ان هو يحمي جميع الخصيه من المؤخره من ورا كلها بتلبس كده زي نص دايره بيبقى طبعا الخصيه في امان كامل انت تدب بالدب كله بتيجي على منطقه الحوض وبيبقى معمول فيه زي بساط كده سفنج كده خفيف او حزام مطاط حواليه ان انت لو حد ضربت بحديده مش هيأثر فيك كان معانا واحد والله واحد ابن حلال سرقه سلام يا صاحبي يا رب تكون استفدت حاجه من اللي جابه وتهلك زي ما احنا سمعنا مكالمة كابتن عبودة ان الموضوع كله أوقية والكلام يعني عاملين أوقية جديدة متصلة بالجهاز التناسلي كله فانت تتفرج تقول ازاي 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 لا طبعا مفيش ألم ولا حاجة اتمنى شباب نكون اتألمنا هنا الفيديو اتمنى نكون عرفنا الحكاية كلها وان شاء الله اشوفكم في فيديو زي ده المرة الجاية كات